سعيدة وأمجاد لهالبلد طويلة ومشهود لها إن شاء الله. وأشكر كثيراً كل من قام بأي مجهود لإحياء هذا الاحتفال الوطني، وإن شاء الله نراكم بإذن الله في العام القادم. أستاذة بي حجاج، يعني تحياتي وسلامي الخاص لك الحقيقة، وشكراً. شيء فقط رمزي ان يقول لك الف شكر على كل الجهود.